اهلا بحضراتكم جديد. انه النادي الاسماعيلي يعترض على التحكيم ده حقه، وجهه نظره. كل الانديه لما بتشوف من وجهه نظرها انه تعرضت لخطا حتى في وجهه نظرها من حقها تقول. لكن الحقيقه البيان اللي طلعه نادي الاسماعيلي بعد التعادل مع الاهلي، مش بس احنا هنقف عند حته ان المهندس يحيى الكومي يتحدث عن شعبيه الاهلي وبطولات الاهلي ويقول لك انا المشكله ان مفيش عداله، اللبانه بتاعت العداله الغايبه، ومش عارف العداله غايبه ولا الغزاله رايقه. العداله هي العداله غايبه ولا الغزاله رايقه؟